أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم خلف من ينكر رؤية الله في الآخرة ويقول بخلق القرآن؟ ما الحكم؟ يقول: ما الحكم في من يصلي خلف من ينكر الرؤية ويقول بخلق القرآن؟ لا تجوز الصلاة خلف هذا، هذا جهمي، الجهمية لا تجوز الصلاة خلفها، الذين يقولون بخلق القرآن ويقولون بعدم بنفي الرؤية يوم القيامة لا تجوز الصلاة خلفهم لأنهم جهمية. نعم.